ينضم إلينا من مأرب الكاتب السياسي محمد الجماعي. أهلا بك معنا أستاذ محمد في النشرة. بداية أستاذ محمد، يعني ما هي استعدادات وفد الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لتنفيذ اتفاق الرياض والاستعدادات للعمل بموجب هذا الاتفاق؟ في الحقيقة الجانب الحكومي مستعد منذ أول وهلة وقع فيها اتفاقية الرياض، وكان الأمل فيها كبير جدا بعد الكثير من الملاحظات، لكنهم وجدوا أن فيها مصلحة عليا للبلد مهما كانت التنازلات. وبالتالي فنحن الآن أمام مرحلة تاريخية عصيبة وموقف مهم جدا، ينبغي على الجميع الالتفاف حول هذا الاتفاق من جديد، كونه يشكل أحد يعني الجسور الموصلة إلى اليمن الاتحادي الجديد الذي تسعى الحكومة من وراء التحالف العربي إلى استعادته والتمهيد له من جديد. نعم، لكن أستاذ محمد، يعني ما هي أوجه الصعوبة لكلا الطرفين في تنفيذ هذا الاتفاق، ولماذا لم يتم الالتزام بالاتفاق السابق؟ لا توجد أي صعوبات، والمملكة العربية السعودية في الوسط، هذا ما يقوله كل اليمنيون من صعدة إلى عدن. أعتقد أن المملكة العربية السعودية لانشغالاتها الكبيرة يعني أعطت هذا الجانب حيز كبير، ولكن بهذا الاهتمام سيقف الطرفان أمام مسؤوليتهما بجد واجتهاد، وهما موجودان جميعا في السعودية. نعم، لكن برأيك يعني هل من تنازلات سيتم تقديمها من كلا الوفدين، وكيف سيبدو شكل المباحثات برأيك؟ برأيي هناك مستجدات على الأرض، أهمها سقطرى وهذا الحدث الكبير الذي راعى اليمنيون كلهم ولم يستطيعوا أن يتقبلوه، لا من الحكومة الشرعية ولا من التحالف، وللأسف الشديد كانت ردة الفعل قوية جدا من اليمنيين، وبالتالي سيكون هناك أمام الطرفين التراجع للوراء خطوة وتقديم مصلحة اليمن. أعتقد أن الحكومة الآن يعني باجتماع يعني قيادات الدولة بالكامل سيكون أمامهم ابتلاع السم للوصول إلى حل ما لم، فهنا فالاتفاق سيفشل. نعم، إذن كان معنا من مأرب الكاتب السياسي محمد الجماعي. شكرا لك أستاذ محمد.